ببساطة تامة أستطيع أن ألخص أعمال الفنان الشاب فؤاد حمدي بأنها أعمال غير مسبوقة إطلاقا في أي بلد عربي أو حتى أجنبي، ذلك لأنها تعتمد بالدرجة الأولى على الصب المباشر على سمات الفنانين وأجسامهم بشكل دقيق جدا، بحيث يخرج التمثال كأنه نسخة عن الأصل. هذه الفكرة دارت في ذهن الفنان منذ زمن طويل، واكتسب تجارب طويلة حتى وصل إلى مرحلة السيطرة التامة على إخراج التمثال بشكل يعني دقيق وتوثيقي، وبه الملامح الشخصية واضحة جدا أي فوتوغرافية، وهو عكس النحت الذي يتم على مراحل أخرى بالطين وبعد ذلك أو ينحت نحت أو إلى آخره ويصب بالبرونز أو المواد الأخرى. هذه الحالة من النحت هي حالة جديدة حاولنا أن نوظفها في سبيل توثيق سمات وهيئات الفنانين العراقيين التشكيليين، وهي حالة جديدة لم يسبق لها مثيل. لذلك فإننا نقول بأن هذا المتحف هو متحف وثائقي بكل معنى الكلمة، لأنه يضع الوثيقة الأولى وهي وجه الفنان أو كامل هيئته، كما تم في توثيق شخصية النحات الكبير محمد غني، أجري له يعني تعامل خاص وأنجز تمثال كامل للفنان محمد غني في هذا المتحف، ووضع في مقدمة أو مدخل المتحف كإشارة على أن هذا المتحف يضم أعمال أو يعني تسجل حيوات الفنانين وملامحهم الشخصية وسماتهم بشكل فوتوغرافي. لكي نتمكن من تفهم أولويات الوجوه التي يقدمها فؤاد حمدي، يجعلنا هذا المنطلق بادئ ذي بدء، نتوقف عند السؤال الأساسي في الفن عن الوظيفة الأدائية للعمل المنجز. فأعماله في البورتريت لا تقترح لنفسها تفاسير بعيدة التأويل، كما أنها لا تفرض نفسها كقيمة تزيينية في بيوت مترفة. إنه يفترض أن ما يقدمه جوهري ويمس الشخصية للموديل باعتباره وثيقة حية ستبقى عصية على الزمن وتأثيراته.